الايام دي حتى دخول الحمام فله، تدخل جوالك معاك كينج، تجلس لين رجولك تنمل. دحين تقدر تقول دخول الحمام مو زي خروجه، تدخل عادي تطلع عرج. بيقول لك مرة قنبلة انفجرت في كنتاكي، في فراخ ناجت وفراخ ما ناجت. لما نتكلم عن الصحة النفسية بنلاحظ أغلب الطرح يكون إما عن تشخيص الاضطرابات أو العلاج وغيره، إلا نادرة فقط من العلماء تناولوا موضوع الضحك، مع أن تجربة بشرية قديمة ومشاعر تبدأ معنا من الأسابيع الأولى من حياتنا ونعيشها كل يوم. الست وهي بتطبخ وحرقت الرز بيحصل عادي، هل بتقولك أنا حرقت الرز؟ والمصحف أبدا، الرز اتحرق. ليش نضحك لما نشوف واحد يضحك أو حتى بس نسمع ضحكته؟ وهل الضحك أهم بكثير للمرأة أم للرجل؟ وقديش ممكن يساعدنا الضحك في علاقاتنا الشخصية؟ أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. قبل 60 سنة في مدرسة متوسطة للبنات في تنزانيا حصلت قصة أقرب للخيال. 3 طالبات بدأوا يضحكوا بشكل هستيري داخل الفصل، ما قدروا يوقفوا، يعني دخلوا في نوبة ضحك، وسرعان ما انتشرت القهقهة إلى زميلاتهم، حتى أصيب 95 من طالبات المدرسة البالغ عددهم 160 طالبة بما أصبح يعرف لاحقا باسم أومنيبو، وهي كلمة سواحلية تعني مرض الضحك. استمرت نوبات الضحك وكانت تجي وتروح بشكل متكرر، والمدة تستغرق بضع دقائق إلى عدة ساعات. استمرت هذه النوبة لأيام وأسابيع، حتى اضطرت الإدارة أصلاً تقفل المدرسة بشكل مؤقت. فرجعوا الطالبات إلى قراهم وانتشرت الحالة من شخص إلى آخر كأنها عدوى فيروسية، فانتشرت النوبات من مدرسة إلى مدرسة ومن قرية إلى قرية، حيث أثر الضحك الذي لا يمكن السيطرة عليه على ما يقارب 1000 شخص، وتسبب في الإغلاق المؤقت ل14 مدرسة، وما تلاشت هذه الجائحة إلا بعد 2.5 سنين. أصبح الموضوع مثيراً للدراسة، فتعقب الباحثون الطالبات والمعلمين وكل من عايش الظاهرة، واكتشفوا أنه ما كان في أي سموم أو أمراض عضوية تؤدي لهذه النوبة، وما كان في أي شيء مضحك على الإطلاق أصلاً في المدرسة. ولكن عرف عن المدرسة الداخلية الدينية هذه أن فيها قواعد صارمة، مساكن بدون نوافذ وكراسي غير مريحة واكتظاظ شديد وسوء جودة الطعام. يصف أحد الباحثين اللي درس هذه الحادثة وحوادث مشابهة أن اللي حصل هو مرض نفسي أو اجتماعي المنشأ بسبب الضغوطات في تلك البيئة، وأن هذا الضحك كان تعبير عن الشكوى، حيث لم يكن لدى الطالبات شكلاً بديلاً للتعبير. الجدير بالذكر هنا أن أغلب المصابين كانوا بنات وأمهاتهم والقريبات من السيدات، وقلة قليلة جداً فقط من الرجال والأولاد. من صغري دائماً دكاترة الأسنان لما يجوا يخلعوا لي أسناني اللبنية يعني يصدموا مني، يقعدوا يضحكوا معايا وقعد أنا أضحك بالألم. فزي كذا بالعادة بأنه كل ما حسيت بألم جسدي أو ألم جداً قوي فجأة أصير أضحك بدل ما أبكي أو أصارخ، أو تلقين قاعدة أضحك. السؤال الأساسي اللي لازم نسأل الآن، إحنا أصلاً ليش نضحك؟ الإجابة قد تبدو بديهية، وممكن تقول لأن في شيء ضحك، نكتة أو موقف طريف حصل، لكن المفاجأة أن فقط 20 موقف من كل 100 ضحكة تكون لأنها في شيء يضحك. ساعدني يا حليب السعودية. في الواقع
أغلب ضحكنا يكون في مواقف اجتماعية وسوالف عادية، مثل لما أقول لك يا رجال وش موديك الحسا اليوم، غالباً بتتبعها بضحكة خفيفة. هذه الخلاصة جاءت نتيجة دراسات ميدانية معمقة لعالم الأعصاب والنفس الأمريكي روبرت بروفاين، اللي كان ينزل للمولات والمكاتب والشوارع ويراقب هو فريقه متى وكيف وليش الناس تضحك. عنتر بن شداد مثلا، كذاب، يعني يقول لك كان في معركة بعدين وقف بعدين قال شعر بعدين رجع كمل. لا إله إلا الله. إحنا نضحك كوسيلة لبناء وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وليس مجرد ردة فعل على محفزات مضحكة. يعني حتى في غياب أي شيء ظريف سيختلط حديثك مع الآخرين بالضحك. الضحك هنا عبارة عن عاطفة اجتماعية تقربنا من بعضنا البعض، فلما تضحك مع الناس أنت تظهر لهم أنك تحبهم وأنك تتفق معهم وأنك منسجم معهم. بل حسب أحد الفلاسفة أن الضحك يفقد معناه بدون الآخر وخارج الجماعة. الضحك يعتبر مخزون لقيمنا وشخصياتنا. المحتوى اللي ضحك وحس النكتة يعكس المقبول وغير المقبول في المجتمع. الكذا كان في تصريح مؤخراً الممثلة فريندز الشهيرة جينيفر أنستون تقول فيه أن السلسلة اللي حققت نجاحات هائلة في التسعينات ليست مقبولة للعرض الآن بسبب التغير القيمي اللي حصل في أمريكا، بالذات فيما يخص الهويات الجندرية والنشاط النسوي. نفس التصريح تماماً أبداه ممثل The Office ستيف كارل لما سألوه هل تؤيد إعادة عرض المسلسل الكوميدي اللي انتهى في 2013؟ قال ما نقدر نعيده الآن. ومحلياً تقدر تشوف طاش مطاش مثلاً في الماضي كان رهيب وضحكنا، لكن لو نرجع نشاهد هذه الحلقات اليوم غالباً بنشوفها باهتة وأحياناً مسيئة، وذلك بسبب التغير الثقافي وحس الفكاهة معنا. اسمع خلي يقول اسم امه، واذا قال نعلمنا اسم امه نعلمه اسم امه. نعب عليه. اي عفوا وش اسم امك؟ اسم الماما سحر. الماما هم عندهم الماما واحنا عندنا يم. نشوف هنا ان الضحك يعتبر ميزان للتوجهات والقيم، ويعتبر كذلك قوه ضبط اجتماعيه. عشان كذا احنا نستخدم اسلوب السخرية والطقطقة على الخارجين عن الأعراف الاجتماعية، نحاول نأدبهم وندع الآخرين بهذه السخرية. وهذا ما كان يفعله الجاحظ مثلا، فقد كان ينتقد بأسلوبه الممزوج بالسخرية ولغته الجزلة العذبة، كان ينتقد الأمراض الاجتماعية مثل الكذب والبخل. ومثل اللي حصل بين الطالبات في المدرسة لما دخلوا في نوبة ضحك، الضحك ممكن يستخدم كوسيلة دفاع للتنفيس عن الضغط والظروف الصعبة، لأنها تعطي الفرد أداة للتعبير تشعره بقوته وإرادته في ظل ظروف مثل القمع والفقر. كنا في مول أنا وأخوي الصغير وأمي، فكان وقتها أفلس أمي كلها في البوك، وكانت يعني كان كل ما لديها هذه الفلوس، كانت تقريبا 4000. المهم جات واحدة الله يسامحها وسرقت 4000 اللي موجودة في البوك. أمي من الصدمة يوم شافت إن الفلوس مسروقة لفت علي إلا أنا وأخوي كذا واقفين طالع فيها بوجهنا الودرة. كانت قالت ليتكم مسروقين بدل 4000. فالضحك والفكاهة ممكن تكون حالة من التنفيس الجماعي بسبب الأوضاع السيئة. الكذا في كورونا لاحظنا ارتفاع في حس الفكاهة في المجتمع السعودي، وعملنا فيلم خاص لشرح هذه الظاهرة حينها. وعلى سبيل المثال عرف عن المصريين استخدامهم للنكتة تاريخياً للسخرية من سوء الأوضاع القائمة، فكثرت النكات والسخرية من الباشوات الأتراك أثناء حكم العثمانيين، وتكرر الأمر مع الفرنسيين والبريطانيين اللي حاولوا قمع هذا النوع من التعبير لإدراكهم لمعانيه وانعكاساته. حتى بدأ يبان في كلامنا، يعني احنا مثلا بقينا نقابل بعض ما نسلمش على بعض، اللي هو ازيك ايه الاخبار عامل ايه، بقينا سؤال استفهامي، ايه يا محمد، ايه يا ابراهيم، ايه ده، ايه اللي احنا فيه ده، ايه ده،
ايه اللي وصلنا لكده؟ ما بقاش حد يقولك ايه الاخبار، بقولك ايه الكلام اصلا. في واحد جه قفلها قالك ايه الدنيا، ده لسه مولود حالا، ده لو ايه الدنيا دي بقى. لكن كيف يكون الضحك معدي؟ عند الانسان ما يعرف بالاعصاب المرآتيه، وهي شبكه معينه من الاعصاب داخل ادمغتنا تلتقط مشاعر الاخرين من حولنا وتفعل فينا نفس المشاعر، وكأنها مرآة تلتقط وتعكس. ولهذا نشعر بالخوف والتوجس لما نشاهد أفلام مرعبة وإحنا عارفين تماماً إن إحنا آمنين خلف الشاشة. العجيب في الموضوع إن هذه الأعصاب المرآتية تنشط أكثر للمشاعر الإيجابية اللي تحسن من مزاج الإنسان وارتباطه الاجتماعي بمن حوله، لدرجة إن مجرد سماعنا الشخص يضحك دماغنا يبدأ بتهيئة عضلات الوجه المخصصة للضحك اللي يتجاوز عددها 15 عضلة. وبسبب هذه الأعصاب المرآتية احتمالية الضحك ترتفع أكثر لما نكون مع الناس وجها لوجه، حتى لو عبر فيس تايم مثلا، ونضحك أقل لو كان حديثنا بالاتصال الصوتي بالمكالمات يعني، وأقل وأقل لما يكون الشيء كتابي، وذلك بسبب انخفاض الإشارات العصبية. إن أنا أحبك وأحب كل الموظفين أرامكم، بس ممكن تبطلون تذلون أمنا أنكم أرامكم، بس هذا الطلب البسيط يعني. ممكن تبطل تجي العزة ريحتك نفط لابس السوت، بدل في السيارة يا أخي البس ثوب يا محمد، محمد البس ثوب في السيارة يا محمد، تجي العزة كذا هاي عظم الله أجرك برو، هاي سوري ما جيت بدري. بس عالم الفن والتمثيل يعرف تماماً عدوى الضحك، فالآن بعض الممثلين في المسرحيات يزرعوا أشخاص معينين داخل المسرح فقط ليبدأوا القهقهة وتحفيز الآخرين على الضحك. نفس المسلسلات والبرامج الكوميدية اللي تضيف أصوات ضحك مصطنعة في الخلفية، تقليد بدأ من أمريكا قبل 70 سنة لما أحد البرامج اضطر يسجل حلقة بدون جمهور في الاستديو، فعوض النقص بالتسجيلات. هذا طبعا تكنيك قديم بدأ في المسارح الإغريقية والرومانية لما كان الإمبراطور يجمع جنوده في الحفلات الاستعراضية ويأمرهم بالتصفيق بالضحك. اربطوا عوض وفكوا التيس، يقولون هذا شايب جالس وعياله يتعشون تحت لمبة، ما دروا إلا دخل عليهم ذاك التيس، قال الشايب الواحد من عياله قم يا عوض اربط التيس لا يحوس عشانه. قام عوض على قومته صبخ اللمبة وانكسرت وطب رجلها الأولى صحن العشاء والثانية في بطن أبوه وقام الشايب يصيح اربطوا عوض وخلوا التيس. السؤال هنا، هل احنا نضحك مع كل الناس بنفس الطريقة؟ يعني هل تضحك مع مديرك مثلا مثل ما تضحك مع الشباب في الاستراحة؟ هل احنا نضحك للموقف وللنكتة او اللي قالها؟ الجواب معروف، ضحكنا يختلف حسب علاقتنا مع الطرف الآخر، واحنا نضحك مو للنكتة بالضرورة بل لأجل اللي قال النكتة، بل حتى طريقة الضحكة تختلف اجتماعياً حسب منصب ومكانة الشخص. وكلنا نعرف ضحكة التسليك مع مديرنا في العمل، فالضحك قد يستخدم لتوضيح وتكريس الفرق بين الدرجات الاجتماعية. وتذكر كتب التاريخ أن الأباطرة كانوا يروحون الرحلات ضحك ميدانية، يروح يزور المصحات العقلية ليسخروا ويضحكوا من المصابين هناك. فالضحك مؤشر قوي على علاقات الناس ببعض. عم الناس وعم المديرين كلهم، ازيك يا رئاسة؟ احنا اسفين والله العظيم على الكلمتين والعطلة دول، انا كلمت الرجل بتاع البرينتر وقال لي انا داخل عليك 5 دقايق وهيبقى هنا. والله يا باشا، والله يا باشا يا ريت المديرين كلهم زي حضرتك، ده لو العالم في مدير واحد بس زي حضرتك كان يتنقل 100 سنة لقدام في نطة واحدة. لا مش للدرجة دي يعني، ينقطع لساني ده يبقى ده في نص نطة. كده منطقي.
صدق بالله حضرتك. في تجربة أجراها مجموعة من الباحثين لاكتشاف هل الضحك يدل على نوعية العلاقة بين الأشخاص، شغل الباحثون تسجيلات الناس يضحكوا مع بعض، وطلبوا من المشاركين الحكم على العلاقة بين هؤلاء الأشخاص فقط بناء على ضحكاتهم. المستمعون وبدرجة جيدة جدا كانوا قادرين على التمييز بين الأصدقاء وبين الغرباء فقط من طريق ضحكهم مع بعض. وهنا نستذكر قول أحد الكوميديين: يمكن للمرء أن يضحك على أي شيء ولكن ليس مع الجميع. يعني أنا كنت أحس أنه رجال أول ما دخلت البيت، بعدين في خدعة يخدعوك السيدات فيها بشكل مو طبيعي، قد قالت لك أن الحياة مشاركة، هذه أكبر كذبة ترى يقولوها السيدات، هي تبدأ كذا الحياة مشاركة، بعدين تلاقي نفسك تدعك. بل في فروقات بين الجنسين في مسألة الضحك، وهذا شيء طبيعي لأن التواصل بين الجنسين له أنماط مختلفة. أحد الباحثين راقب 1200 موقف مضحك في المولات وعمل تحليل عميق للنتائج، ومنها أن المتحدث غالباً يضحك أكثر من المستمع، وهذا الفرق يرتفع كثير لما المتحدث يكون امرأة والمستمع رجل، يعني أن المرأة كانت أكثر قابلية للضحك مقارنة بالرجل. إحدى النتائج الواضحة كذلك هي أن الرجل يضحك أكثر لما يكون مع رجال آخرين مقارنة بلو كانت معه امرأة، والمرأة كانت تبادل الضحكة مع الرجل أكثر بكثير من مبادلته معها. وهذا طبعا يتفق مع طباع المرأة، فهي الجنس الأكثر اهتماما لتوطيد العلاقات الاجتماعية وبناء الروابط، والضحك هو أهم الطرق لتحقيق ذلك. الظريف في الموضوع، وحسب دراسات في مجتمعات مختلفة في الغرب والشرق، أن الرجال هم أكثر إنتاجاً للمواقف المضحكة وللنكات، والنساء هم الأكثر استهلاكاً واستقبالاً للضحك. وهذا النمط تشوفه حتى بين الأطفال اللي بعمر 6 سنين لما يبدأ الطفل بفهم النكتة في بداية حياته. شوفي، أنا ما أدري شلون أبدأ بالموضوع، بس أقسم بالله السالفة كانت على وقت الضحك. اليوم وأنا بالمكسب اليوم أنا بالمكسب جالس عندي بعون، عندنا وافل زين اطبخ. الضحك سمته الأساسية أنه سلوك عفوي وتلقائي، نضحك بدون إرادة في الغالب، لكن كلنا عندنا ضحكة تسليكية نتصنعها في مواقف اجتماعية، بالأخص لما نكون مع أشخاص أعلى منا في ميزان القوة الاجتماعية مكانا أو مركزا. العجيب أن تشريحيا وصوتيا في فرق بين الضحكتين، والبشر عندهم القابلية للتمييز بين. يعني لو تسمع تسجيلات الضحكات مختلفة بتقدر بسهولة تميز الضحكة الحقيقية من الضحكة التسليكية أو الاجتماعية كما توصف في الأدبيات العلمية، لأن أصلا دماغنا يعالج الضحكتين في مناطق مختلفة عن بعض. الضحكة العفوية الحقيقية تتميز بحدة أعلى في الصوت بسبب استخراج الهواء السريع من الرئة، ومدتها كذلك تكون أطول مقارنة بالضحكة التسليكية، وعشان كذا الضحكة الحقيقية تكون معدية بشكل أكبر. وحديثاً كشفت الأبحاث عن وجود مسارين عصبيين مستقلين عن بعض. الضحكة الحقيقية تنشأ في لوزة الدماغ، وهي مركز المشاعر في دماغ الإنسان، عشان كذا الضحك الحقيقي يعتبر عاطفة أصيلة تربط الإنسان بالآخرين، بينما الضحكة التسليكية المدروسة تنشأ في الفص الجبهي للدماغ، وهو المكان المسؤول عن التفكير المنطقي والتخطيط. وهذا واضح، فإحنا لما نضحك بشكل تسليكي نكون مخططين لها بشكل جيد، فتحتاج تفكير متى وكيف أضحك. ولأن أنواع الضحك تعتمد على مسارات عصبية مختلفة، لو لا سمح الله حصلت لك إصابة في مراكز الدماغ المذكورة ممكن تقدر فقط تضحك بشكل حقيقي، وممكن تتعطل عندك القدرة على الضحك التسليكي، والعكس صحيح. يعني حين أنت بتروح من الدوام وقايم من النوم قايم، تقوم منفس ليش؟ يعني
أنت يعني مفاجئ كل موضوع، يعني ما داومت الأسبوع اللي راح أو في أحد جن، مداوم أنت وبتداوم إن شاء الله. يعني أنت تقوم عشاني؟ لا، تقوم عشان تأخذ راتب، تقوم ومصفطن وجهي كنا فاتورة حوض سمك. اللي معك في الدائري هل هم بيروحوا البوليفارد وانت بتروح الدوام لحالك؟ لا، كلهم بيروح الدوام. بس كيف نصنع نكتة كويسة؟ وش اللي يميز المواقف الكوميدية عن غيرها؟ لو تسأل أغلب الكوميديين اليوم حول العالم عن صناعة النكتة يقول لك فيها عنصرين ثابتين باختلاف الثقافات: إن النكتة الناجحة عادة فيها صدمة، شيء غير متوقع، تويست، وكذلك يكون محتواها ما يسبب أذى للمتلقي. هذه النظرية اسمها Benign Violation Theory. هذه العناصر بالضبط طرحها الفلاسفة سابقاً مثل أرسطو وشوبنهاور، وهي اللي مارسها اليوم أغلب الكوميديين لصناعة النكتة. صحيح يختلف الحس الكوميدي حسب الثقافة المحلية، لكن بشكل عام هذه العناصر الأساسية في أغلب المواقف المضحكة. زي ما تقول في مجملها النكتة قائمة على فكرة المفارقة، دائما الإنسان يضحك على الشيء اللي فيه مفارقة. وفي نقطة ثانية يعني قرأتها قبل فترة، أنه الشعور اللي يجيك اللي يخليك تقول إيه صح كذا، هذا ممكن يدفعك للضحك. فالتقليد أحيانا ليش يضحك؟ لأنه بمجرد ما تشوف شخص تقول إيه والله صح هو كذا، أو موقف شفته ففي ذاكرتك تقول إيه صح والله إحنا كذا، أو صح أنا كنت أسوي كذا. هذه لحظة الإيه صح ممكن تخلي مفتاح الضحكة عندك، لكن اللي يخليها حلوة مو حلوة هي حسب استقبال الشخص لها يعني في المجمل. وإن كان الضحك في أساسه أداة للترابط الاجتماعي مثل ما ذكرنا، من الممكن كذلك أن يكون سلاح للتنمر والعنصرية والسخرية، بل أن هناك شخصيات لديها مستويات عالية من الشماتة أو ما يعرف بكاتاكيلاتيسيزم، وهي النزعة النفسية للاستمتاع بالضحك على الآخرين والسخرية منهم بقصد إحراجهم وإلحاق الأذى بهم بدون أي من مشاعر الذنب والندم. وما نتكلم هنا عن السايكوباثيين، لا، هذا تشخيص مستقل بذاته ويتعلق بالضحك تحديدا. على الطرف الآخر هناك مصطلح علمي لمن لديهم خوف شديد من أنهم يكونوا ضحايا للضحك والطقطقة، جلاتوفوبس. هؤلاء يعانون من حساسية مفرطة وأوهام متضخمة، بمعنى لو أحدهم مر في الشارع وانتبه لك أنك تبتسم أو تضحك يعتقد أنها سخرية تجاهها وممكن يعتدي عليك. هي يا الحبيب، ترى السلامات يا أبوي، كأنه مو عاجبينك ولا ما أدري، حس صوتك من. كذلك تلاقيهم ينسحبوا بسرعة من أي موقف يعتقدون أن فيه طقطقة وضحك عليهم ولو كان من أقرب الناس لهم. ذكر الجاحظ في كتابه البخلاء تعليق ذكي على الآية الكريمة في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، عندما أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى وضع الضحك بحذاء الحياة ووضع البكاء بحذاء الموت. إن هذا التحديد اللماح الذي جعل الحياة معادلة للضحك هو الذي جعل التراث الإسلامي مشجعاً على الضحك والفكاهة والمزاح. فسيرة نبينا الكريم وصحابته الأبرار وتراثنا العربي تفيض بالقصص المبهجة اللي تخلينا نفهم كيف إن الضحك والترفيه عن النفس هو جزء أساسي من حياتنا وحضارتنا. فوفقاً لأنيس فريحة الباحث المتخصص باللغات السامية ومؤلف كتاب الفكاهة عند العرب، فإن لفظ فاكهة وفكاهة لهما نفس المصدر وهي كلمة فكهة، وهو مصطلح عربي قديم ورد ذكره تكراراً في القرآن الكريم بأشكال مختلفة. والمعنى الأصلي للفاكهة هو الحلاوة التي يتذوقها أبناء الصحراء، لذلك فإن الفكاهة للدماغ هي استعارة مجازية تشبه الحلاوة المحسوسة عند أكل الفاكهة. لا، الغرابة أني أتذكر أول نكتة سمعتها في حياتي ومتذكر كنت في أولى ابتدائي. أنك تستوعب فكرة أن في شيء اسمه نكتة وإذا انقال يضحك
هذه ما أنساها. يقول لك في أسد أكل عجوز قال إنها تقرمش. ما رح أسهب كثير في ذكر فوائد الضحك على صحة الإنسان جسديا وذهنيا وروحيا، ولكن خلينا نذكر دراسة واحدة فقط تبين الأثر الطيب للفكاهة والمزح في العلاقات الشخصية. أحد الباحثين قام بتصوير مجموعة أزواج أثناء لقاءاتهم وطلعاتهم بإذنهم طبعا، ووجد علاقة طردية بين عدد الدقائق اللي كانوا يضحكون فيها مع بعض مع جودة علاقاتهم وقربهم. الأزواج اللي يتمازحون بالغالب يستمرون في علاقاتهم لمدة أطول، ويقدروا يتغلبوا على المواقف المتوترة بشكل أسرع. لهذا هناك مسار في العلاج الأسري والنفسي باستخدام الفكاهة والضحك، فالضحك الحميد يذوب ركام الجريد بين الناس ويجمع القلوب على المحبة والأنس. أنا تربيت في بيئة جدا جدية، يعني يقدسوا الجدية والضحك قلة أدب، ما نضحك إلا لو في سبب، ولما نضحك نضحك بهدوء وضحكات قصيرة. فكبرت أجد أن الضحك منقصة. تزوجت رجل جدا كوميدي وضحوك، وياخذ المواقف بضحك ومزح. في بداية زواجنا كنت مرة أزعل إنه كيف كذا يتريق علي، أو كيف كذا قصده إنه يستخف بما أقول، أو مثلا كيف كذا يعامل المشكلة، ليش هو ما هو جدي، ليش بيعامل مشاكلنا أو مشاكل الحياة عموما باستخفاف. لكن وجدت أني مخطئة مع العشرة، وأن الضحك هو أساس الحياة. يعني أحيانا حتى في الزعل إذا الشخص قريب منك جدا، فأنا عندي كذا كونسبت أحب أسويه، اللي هو خرب برستيج الزعلة. فتأثير الضحكة أصلا يفرق مرة كثير. أنا أعتقد أن الضحك مرتبط بفكرة الانبساط، فالإنسان يكون مبسوط بعد ما يضحك. لذلك أخي الكريم أضحكوا، بارك الله فيكم، أضحكوا. وزارات الاعتراضات أخرب عقلك يا ياسر، ده أنت مصيبة. الحياة المعاصرة متسارعة متوترة، يكسون فيها القلق ويتلبسون الترقب. ذكريات الماضي تتردد في أذهاننا، وضغوطات الحاضر تنهش في أرواحنا، وهناك المستقبل اللي ينتظرنا ويخلينا على أطرافنا دوما. الضحك والابتسامة والظرافة والفكاهة قد تكون للكثيرين دواء للتشافي من كل هذا. وكما حاور إيلي أبو ماضي صاحبه، قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرب. قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.